ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنه ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جدو كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي؟ الاي تي ام دي البطاقه القديمه، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي، مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح، هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف؟ هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. اوكي. ساي انا بس بعد اذنكم ممكن بعد اذنكم تفضل. ايه ده؟ فين الفلوس؟ وديتي الفلوس فين؟ فلوس ايه متخلفة؟ ما احنا فاتحين الخزنة قدامك اهو، فيها زفت مجلة. ايوه، طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني؟ هنقفل المرسم ونروح، ما احنا لقينا مجلة تانية. يعني اللي ما ممكن تكون المجلة دي لغز جديد يودينا للفلوس. لغز جديد ازاي يعني بقى؟ مش فاهمة. زي الافلام الاجنبي بالظبط. عارف البطل الاجنبي في الفيلم لما بيشيل الكنز بتاعه في مكان؟ ما تقولش كنز. الفلوس، الذهب، whatever. يعني البطل بتاعنا ماشي، لما بيشيل الفلوس بتاعته في مكان بيسيب دليل. احنا نمشي ورا الدليل، الدليل ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، لحد ما نعرف طريق الفلوس. زي فيلم الكنز القومي. ايه ده؟ الكنز القومي، ناشونال تريشر. طب بتقول ايه؟ بتاع نيكولاس كنز. نيكولاس كيدز. لا 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 لا، انا مش قادر استحمل الناس دي في حياتي. مش قادره تستحملي ليه يا حبيبتي؟ العيال دي شكلها بتفهم وشكلهم كده ماشيين صح. بص، احنا نجيب اللغز اللي في العدد ده ونحله، هنعرف طريق الفلوس. طب وعلى ايه؟ ما نحل الكلمات المتقاطعه، يمكن جده سايبين فيها رساله زي اللغز اللي فات. صح. والله انت عايشه في افلام قوي. طب هاتي هاتي المجله والقلم. هاتي. ليه انت تحلي؟ انا هحل. هتحلي ليه؟ مش انت لسه عماله تقولي افلام؟ هاتي يلا. احنا شركة زي بعض، انا ممكن احل قطعه وانت تحلي قطعه. بقول لك ايه يا بت انت، انا مش ناقصه تفاهه وهيافه. هاتي المجله بدل ما اخليك انت قطعه. لا انت هبله بقى، انت بتتكلمي ازاي كده؟ انا مش عشان سكت لك عند عم بندق في البيت فاكراني اسكت لك على طول. ولو ما سكتيش هتعملي لي ايه يعني يا حبيبتي؟ هاتي حبيبتي المجله بدل ما اديك على وشي. لا لا لا، من نفسك. ايه ده؟ انت كمان هتزعلي. ايه ده؟ مش الخير. انتوا مين بقى؟ لا مؤاخذه الله، بندق. ازيك يا بندق؟ انت فين يا مؤاخذه؟ بالك فتره. ازيك؟ اهلا العم دهب. اهلا اهلا العم دهب حبيبي. ازيك يا بندق؟ وحشني. انت عامل ايه؟ الحمد لله. سنين ما شفتكش من يوم من كده، الله يرحمه مؤاخذه ما مات. عارف الظروف بقى والدنيا وكده. هو حضرتك كنت تعرف جدو؟ عز المعرفه، ده كان حبيبي. اكيد انتوا بقى احفاد مكاوي صح؟ واضح ان حضرتك ذكي ولماح. يبقى انت بقى اكيد شريهان بتاع الحليب. واضح ان حضرتك ما عندكش تمييز خالص. انا نيلي، واللي لابسه بطاطس هناك دي هي شريهان. بطاطس في عينك. انا شريهان يا بيه. شريهان ونيلي، ابقى انا بقى عمو فؤاد. حلو. جدكم ده اصلا الله يرحمه كان صاحب الروح بالروح. انا اعرفه من ايام ثوره 52. حضرت معاه تأميم الكنال، حضرت معاه والعدوان الثلاثي، وحضرت معاه افتتاح ويمبي. لا حلو. يلا يا بنات، عشان احنا ما انتوا عارفين كل حاجه. طب ليه مش هنحل كلماته المتقاطعه؟ طيب متقاطعه ايش؟ مش وقت متقاطعه دلوقتي. يلا بنات احنا كده هنتأخر. هنتأخر على ايه؟ هو احنا في حاجه في حياتنا غير ان احنا نحل اللغز؟ لغز؟
لغز ايه يا مغز؟ لغز لغز الحياه كلها الغاز والذهب. هو انت عارف البنت دي اصلها شقيه حبتين، بتحب انها تحل الالغاز بتاعه جدها. ما شاء الله. يا ولد لو عشان احنا العربيه مستنيانا تحت. ها خلص يلا يلا يلا. طيب يا بنات ابو خلينا نشوفكم بقى، انا مكتبه مؤاخذه هنا في فوق المرسم على طول، لو عشتوا حاجه تعالوا لي. ها طب الخزنه السريه احنا سايبينها مفتوحه. نيت نيت امشي سما بود. مع السلامه عوده. خلينا نشوف. هتوحشني. معاك المفتاح، اقفل انت بقى وسلام عليكم. الف سلام. الله يسلمك. بس تصدق عم دهب ده شكله راجل طيب ووشه سمح كده وابن حلال. لا ودمه خفيف جدا، موتني من الضحك لما قال ويمبي دي ما قدرتش. اه بس انا ويمبي دي ما ضحكتنيش، بس هو تحس ان هو من نوع الناس اللي يتنرفزوا بسرعه ويهدوا بسرعه دول. ايوه وتحس كمان ان هو كريم واللي في جيبه مش ليه. اه واللي في قلبه على لسانه. صح. معلش انتوا بتتكلموا عن عم دهب ده؟ اه كل ده لحقتوا تعرفوه في الدقيقه اللي وقفناها مع الراجل؟ عادي يعني، اصل انا ليه نظره في البني ادم. نظره ايه وزفت ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟ عمك دهب، عمك دهب الراجل طيب، راجل مش عمك دهب ده لو انت سلمت عليه تعد صوابعك وراها. ده كان شريك جدك وحبيب جدك الروح بالروح، سرق فلوسه كلها. حب جدك بقى يديله مغرز، قام قال له هات حبه فلوس كده اهو اشغلهم معايا كده في مشروع. قام قال له خد جدك الفلوس، وكل ما ده بيجي يقول له ما نقعد نتحاسب يقول له ها الشهر اللي جاي الشهر اللي بعديه. لحد ما جدك مات وراحت فلوس دهب وراحت فلوس جدك كلها. لا انا دلوقتي مش فاهمه، يعني جده اخذ من الراجل ده فلوس؟ ايوه. يعني جده كان حرامي؟ لا يا بنتي، جدك كان شريف، الحرامي صحيح هو دهب، خد منه فلوسه. جدك الحبه اللي خدهم بس جزء من اللي سرقهم هو عم دهب. انا حبيت اقول لكم بس ان دهب ده خبيث ومكار. خبيث ومكار على نفسه، احنا مالنا واحنا هنشوفه تاني؟ بفطمكم عشان لما تصطوا فيه تعرفوه على حقيقته. انا هضطر استاذن بقى، اذا عوزتوا مني اي حاجه اتصلوا بيا وانا اجي دغري على طول. تستاذني انا شاكك اصلا ان انت تعرف تروح بيتكم اصلا. لا 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 لا، انا بركب اي حاجه اوصل البيت. بتركب اي حاجه؟ ده ساكن فين ده؟ ادخل. ضحى وصل يا ريس. خليه يدخل. مساك فل يا مالك. مساك فل يا ضحى. مؤاخذة. في حاجة تاني؟ لا بس أنا اليومين دول ماشي خفيف خفيف عشان في الجهاد. طب خلي بالك عشان يكون في حاجة ولا تقعد عليها. لا لا مفيش حاجة بالطبع. خير يا مالك؟ أنا عايزك يا ضاحي. شقاوة؟ أنت تعرف حاجة غير الشقاوة؟ وحتى لو أعرف حاجة غير الشقاوة ما كنتش عملتها. طب اسمعني بقى كويس. عيني. الوقت نيلي وشريهان ظهروا في المرسم النهاردة مع بنداري. والله العظيم؟ اه نيلي وشريهان؟ ايوه. وهيعملوا الفوازير السنه دي ولا ايه اللي صار؟ فوازير ايه؟ نيلي وشريهان مين؟ نيلي وشريهان احفاد متكاوي. متكاوي مين؟ ما انت لو تخلص وتسمع الكلام هتفهم الحكايه. اوامرك يا مالك. متكاوي ده كان صاحبي وشريكي وفي الاخر غدر بيا وسرقني. هو في حد يقدر يسرقك يا مالك؟ مش ده موضوعنا. امال موضوعنا ايه؟ موضوعنا ان متكاوي ده كان عنده فلوس كتير قوي. وطبعا فلوسي في وسطيهم. ولما مات الفلوس اختفت، محدش يعرف راحت فين. وكل واحد له قرشين بدأ يدور بطريقته، وظهور نيلي وشريهان أحفاده دول معناها إنهم لقوا سكة على الفلوس دي. فهمتك، يعني أنت عايزني أخلص على نيلي وشريهان قبل ما يوصلهم للفلوس. الله يخرب بيت غباوتك، ولما تخلص عليهم أنا هستفيد إيه؟ آه صحيح. أنا عايزك تحط عينك عليهم، تراقبهم الـ 24 ساعة، تعرف هم ساكنين فين، بيروحوا فين، وبيجوا منين، وبياكلوا إيه ويشربوا إيه، وكل معلومة تعرفها تيجي تبلغها لي. خلاص استبينا. بس الأول هتفق على عرقي. سامعك قول. عملية زي دي ما خدش فيها أقل من 100 ألف هايف.
لم لعب الاطفال بتاعتك دي وقوم روح يلا. خلاص 80,000 اهيف. والله ما لقيت اهيف منك. اخر كلام 50,000 اهيف. 50 ليه؟ وانا مأجر جيمس بوند. لا مأجر ضاحي، وسعادتك عارف من هو ضاحي. ما انا عشان عارف من هو ضاحي مفيش اكتر من 5000 جنيه، قلت ايه؟ وانا مش هخسر ال 5000 جنيه دول معاك يا ملك، ده انا خطفت لك ابن شريكك ب 4000 جنيه، وسرقت لك ورق الارض بتاع الصحراوي ب 3000 جنيه، وشلت لك عربيه البطاطا اللي تحت المكتب عشان تعرف تركن، وخدت في الاخر كوزين دوره. هما خمسة، قلت ايه؟ خمسة خمسة، مش هكسر كلمتك يا ملك، بس اللي انت قالت عليك تجيب لي فواتير بيها وانا حاسبك. استبينا. استعجز انا بقى. ايه راح فين؟ هروح اراقب نيلي وشيريهان. طب ما مؤاخذة يعني، تعرف شكلهم؟ لا. تعرف هم ساكنين فين؟ لا. تعرف هتوصل لهم ازاي؟ لا. لا اتذوقك يا اخي كله لا لا، امال رايح تعمل ايه؟ اه صحيح، فاتتني دي. اه وعشان فاتتك دي هم ثلاث بواكب مفيش غيره.